من المسؤول عن الانبعاثات في 2018؟ الصين كانت مسؤولة عن 27% من الانبعاثات، وتليها الولايات المتحدة بنسبة 15% والاتحاد الأوروبي بنسبة 8%. الثلاثة مجتمعين ينتجوا أكثر من 50% من الانبعاثات العالمية، والهند 7% وروسيا 5%. ولكن إذا نظرنا للانبعاثات بمعدل الشخص سنجد الوضع مختلف. الإنديا والتي هي واحدة من أكبر مباعثين في 2018، سنجد هنا أن تنتج 2 طن من الانبعاثات في لكل شخص، وهذا أقل من المتوسط. وأيضا حينما ننظر لأمريكا والصين سنرى انبعاثات بمعدل الفرد هي أعلى بكثير، عذرا أمريكا أكثر من الصين بكثير. لذا المنظور الفردي يجعل الصورة مختلفة، ويمكن أن ننظر أيضا للانبعاثات من مستويات على مستوى الفرد. ما بين 1990 أغنى 10% من العالم مسؤولة عن 52% من الانبعاثات، والأفقر 50% الأكثر فقرا مسؤولة فقط عن 7% من انبعاثات خلال هذا العام. لذا مجددا القصة تختلف، وهذا يعتمد على كيفية نظرنا لهذه الانبعاثات. كيف يتم حكم إجراءات المناخ؟ واحد من أهم الكيانات وهي اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، والتي تمنع البشر من أن يضروا بالمناخ. هناك 197 بلد تم توقيعه، و 197 بلد وقعوا على الاتفاق، ونحن سنستمع إلى هذا التعريف كثيرا. UNFCCC المعاهدة والاتفاقية تقدم إطار عمل قابل للنقاش، وهي تدعم البلدان في كتابة التقارير وأيضا تقليل الانبعاثات والتخطيط من أجل التأقلم لتقليل الانبعاثات، وتضع أيضا تحدد المسؤوليات. وكما رأينا أيضا الانبعاثات البلدان تشارك بانبعاثات بمستويات مختلفة، لذا كل بلد لديها مسؤولية، والمسؤولية مختلفة من بلد لبلد. وهناك أيضا إجراءات تخفيضية لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وهذا يتضمن أيضا التأقلم مع الخطة الجديدة لحماية المناخ. واحدة من أهم نتائج اتفاقية الأمم المتحدة ومؤتمرات كوب هو اتفاقية باريس، واتفاقية باريس تهدف أن تحافظ على درجة الحرارة، وأن تجمع الجهود حتى نقلل ازدياد درجة الحرارة حتى تصل إلى 1، وهي تهدف أيضا لزيادة قدرة البلدان حتى تضعف من تأثير تغير المناخ، وأن تقوم أيضا بمبادرات خاصة بالطاقة النظيفة، وهذا تركيز على الجانب المادي. وأخيرا اتفاقية باريس تطلب من كل الأطراف أن تقدم أفضل ما لديها، والذي يسمى بالعزم المحلي. هذه اتفاقيات هامة لأنها تعرفنا موقعنا ووضعنا فيما يخص تحقيق اتفاقية باريس. ونحن سنتحدث عن الانبعاثات بسرعة والتأقلم والتمويل. ما هو وضعنا الآن وما هو الوضع المطلوب؟ كما ترون في هذه الشريحة، الشق الخط الأسود يظهر الانبعاثات، والخط الأخضر يظهر الطريق 1.5 سلسيوس الذي تم تحديده في باريس. لذا هذا هو الهدف وهذا هو الوضع الحالي. أين نحن الآن؟ في العام الماضي كان هناك الكثير من التعهدات والكثير من التطويرات، ولكن كما ترون أنهم قللوا الفجوة فقط بنسبة 15%. ما بين
15 إلى 17، لذا الفجوة كبيرة، وهذا يعني أن لدينا الكثير من الجهود المطلوبة حتى نتوصل لأهداف اتفاقية باريس.